وزارة السياحة والآثار بقى يا سيدي أعلنت اعتماد ضوابط رحلات العمرة للموسم الهجري 1445 كل سنة وانتوا طيبين. خلونا ناخد معانا على تليفون الأستاذ ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة المصرية. أهلا بيك يا أستاذ ناصر. أهلا بحضرتك. أهلا. عامل إيه؟ نقول موسم عمرة إن شاء الله رائع وعظيم، وكل سنة وإحنا طيبين وربنا ينولها لنا. العمرة علينا وعلى مصر كلها إن شاء الله. علينا جميعا. إيه الضوابط الجديدة يا فندم؟ الضوابط الجديدة هو السنة دي طبعا لأول مرة من حوالي 7 سنين إن إحنا نبدأ بدري، يعني قبل المولد كنا دايما بنبدأ بعد مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. السنة دي إحنا بادئين إحنا في شهر صفر، فدي طبعا مؤشر مميز جدا لبداية العمرة من بداية الموسم. النقطة الثانية إنه ما فيش أسقف للأعداد، دي تخلق منافسة بين الناس لصالح المعتمر، إن الأسعار تنزل، شركات الطيران كده تقدر تخطط رحلاتها وتحط أسعار بقى على مدار الموسم. عظيم. نفس الشيء الفنادق في السعودية تعرف إن السوق المصري عاد بقوة، تدينا أفضل الأسعار. حلو. إنه من أفضل الأسواق للسعودية هو السوق المصري. كويس جدا. كده عاد السوق المصري لقوته، وإن شاء الله يكون خير على المعتمر المصري بأسعار أفضل من السنة اللي فاتت كمان. وبالنسبة للآلية إنه أول رحلات إن شاء الله في الأسبوع الأول تكون من شهر 9 إن شاء الله. عظيم. لكن هل هناك ضوابط جديدة تمت إضافتها إن أنا لو عاوز أخد بعضي وأطلع عمرة على يعني على الأراضي المقدسة في شيء جديد طرأ، ولا إحنا زي ما إحنا؟ لا احنا زي ما احنا، بس احنا كله لازم يبقى عن طريق البوابة المصرية المنظمة للبرامج لحفظ حق المعتمر، لانه الموضوع مش موضوع ان هو يسافر، احنا حاطين قواعد لحماية المعتمر سواء هو خارج من مصر او هو في الاراضي السعودية، فدي يعني حاجة تنظيمية اكثر. عظيم. منها انها تضايق اي حد مسافر. رائع جدا. بالاضافة انه هو دلوقتي البرامج مفتوحة حتى في شهر بعد رمضان، يعني الموسم ممتد، فاللي ما يقدرش يطلع دلوقتي يطلع الشهر الجاي، يناسب حسب مواعيده وحسب طاقته وحسب البرنامج اللي هو هيختاره في السعر المناسب ليه حسب التوقيت. بإذن الله. زي ما قلت النبي أغلب المواسم الرجب مثلا أرخص شوية، بعد كده بيغلى في رمضان كده يعني. بإذن الله. طيب ده شيء رائع جدا، أنا بشكرك جدا أستاذ ناصر. الأستاذ ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة المصرية. اللهم بلغنا رمضان ويقدرنا نحن إن شاء الله ربنا يكتب لنا العمرة.